يا صباح الخير، يا صباح الأجواء الجميلة، صباح الانطلاق لجدة. طبعا صحينا الصباح، جالسين نجهز السيارات، نجهز أغراضنا، ركبنا الشنط. بريلي ولامبورغيني تيم شيكوا على السيارات زي ما انت شايف، جالسين يشيكون على السيارات من سيارة لسيارة. بعض الشباب يعني جت بعض المشاكل البارحة، مشاكل بسيطة، تقنية بسيطة، وما قصروا اللامبورغيني تيم، جو صلحوها، جايبين معهم اللابت بيتي صورتها، ما فاتتني. وبريلي كالعادة كل ما رجعنا من الرحلة يمسكون الكفرات يشيكونها واحدة واحدة، الضغط إذا فيها تنسيم، إذا فيها مشاكل، ويعدلونها ويضبطونها. ما شاء الله جايبين ترك كامل، وين راح ترك؟ ما شاء الله جايبين الترك كامل كله مجهز. شوف هذاك اللي هناك ورا، الشباب باقي يفطرون وباقي اللي بيجهزون أغراضهم. أنا جاهز للانطلاق، مرة متحمس، أخذ آخر يوم نطلع للطائف ومن هناك على جدة. يقولون احتمال ما يصير في غداء لأن الوقت ضيق، عندنا رحلات الشرقية طيران. فاللي بيصير ناخذنا سناكس بس في الطريق، بريكات بريكات بريكات، وننطلق إن شاء الله للشرقية. خلوكم وياي، هذه السيارات وبننطلق إن شاء الله. يلا 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 انطلق انطلق انطلق. يلا الشباب جايين، شغل سياراتهم، كول ستارت، سخنونها، من هنا الطايف ثم الى جدة. بسم الله. جاهزة، الرئيس موجود، هذا ناوك ساكي حاضرين في السيارة موجود. يلا كويس، اخبارك يا شيخ حبيبي؟ حاضرين. شو تتوقع الجاي؟ اتوقع الجاي ان شاء الله العلا، ان شاء الله باذن الواحد احد. شباب شيخ مبارك، حبيبي ايش قاعد تسوي؟ حلو الديوان كلها كذا ما شاء الله تبارك صباح الورد، مصور ها؟ داخلين على الاحتراف ان شاء الله. قواك الله. يلا 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 الحين خلوا الشباب الايفو 610 موشيلاغو فيتور اس 610 فيتور اس ايفو برفورمانتي فيتور اس استيو تكنيكا استيو. يلا يلا، طبعا السيارات الدعم اللي سطحه بنفس الوقت التكنيشنز سبقونا، عشان يعني ما يمديهم يطلعوا من هنا الا سبقناهم، فحي الله ما لحقوا. هذا سعد. هلا بك، الله يحييك. انا بطلع صراحه ما قصرت. الله يحييك عبد العزيز، كيفك؟ اخبارك طيب؟ الله يحييك. يلا 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 لك عمار. حي الله حي الله يحييك. سلامك، شلونك؟ طيب؟ الله يحييك. فيصل جاهز؟ قواك الله. كيف الامور؟ متحمسين الشباب. هلا شلونك؟ صباح الورد. صباح الفل. يلا يلا ليتس رول اوت. Let's go! يلا 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 شباب، وقفوا من برا. طبعا السيارة هذه ثقيلة، ما هي مثل اللامبورغيني، بس أحاول قدر الإمكان أحطها على سبورت مود وعلى الدخل الرباعي عشان العطفات. ننطلق إن شاء الله، ننتظر خوي بس يجي مصور، جاي أصورهم بس الظاهر إنه ينتظرني. عاد طلعة، خلني بسم الله. الحمد لله الحمد لله.
ادري خوي برا داخل. الإصابات الرحلة كلها كانت كويسة إلى الآن. كان في إشارة فيها عيون القطط. عيون القطط للأسف واحد دعسها وبنش عنده في مناطق. فيبدو إن الكفر ما حيترجع. وبيشلونا بسطحة خلال النكست ديستنيشن. ثلاثة أنت والله. ثلاثة أقول. من هذه؟ إي والله. وين عند إشارة؟ عند إشارة. ما كان صورك. أوه انقطعت الشفرة. علي علي. دع السلامة. من اللي يقولوا ما تلنها مع الطرف. شقعد. انقطع الطرف. كان المفروض ان احد نبهنا انه لازم ناخذ مين. جاش مكان. ايوه بالضبط. فريق بريلي هذا لامبورجيني تكنيشن الحين بيجينا سطح نقله عشان يشيلونا. ارسل. كل الشباب قدام ولا في احد ورا؟ لا كلهم موجودين هنا. اللي سبقنا واللي انتظر هنا تمام. اهم شيء ما في احد وراء. كلهم قدام. لا ما في احد وراء. واحد اثنين اربع خمس. احنا هنا واقفين في السيارات. بالله لو فرض الصفحه بس قبلونا. باقيين تكنيشن ان شاء الله بياخذ السياره هو اللي بيركبها على سطح السطح سبقتنا على اساس يعني نطوفها بسرعه. بس احنا ما بدنا نطلع وصار اللي صار. فاللي بيصير طال عماركم ان السطح على ما يرجع احنا بنمشي ما بننتظر. خوينا بيركب مع واحد من الشباب والتكنيشن حق لامبورجيني هو اللي بيطلعها. بس الرجال بياخذ اغراضه ويطلع معنا وكذا كذا نقدر نلحق على الشباب على طول. الشباب ماشيين. يلا ننطلق. تدري عادي نتحرك ونمشي بشويش. يلا ماشيين شباب واقفين ينتظرون هنا. الدورية جاي تطور. هذه السطحة شباب جاية عند الإشارة. يلا تحركنا يا شباب شوي يلا.
في ضباب يا اخي، اجواء رهيبه في الباحه. الشباب مره مستانسين. Oh.
وقفنا هنا بريك سريع ريفرشمنتس، نطلق رجولنا بعدين هنكمل. صراحة خط ممتع جدا. ان شاء الله اكون قدرت اصور قد ما اقدر حتى تشوفون. نوقفنا هنا خلني اخلي الشارع شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. هذه الاستراحة اسمها حديقة المئوية. نجد السيارة بالشكل هذا. يطلع خلني احاول الحق على المطل اصوره بس الله شلون بس ما خلاص هذا المطل. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا طلاله يا اخي. يلا حركوا 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 حركوا. يلا 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 اتسونا Let's go عشان نلحق عليهم. اركب يا الخوي. ترى بيكملون يقول يلا شوف كمل.
تريلا الله يخدمكم. لحقناهم المحطة، لحقناهم. ها مبارك، هلا بك. كيف اليوم محولها لامبورجيني؟ والله شديت بروحك مشد، والله وجع احلى من روحه صح؟ تقريبا. يعطيك العافية. كيف أموركم؟ يروح؟ وين؟ اصبر دقيقة. شباب مستمعين، ننتظر الكل يتجمع جروب. هذا علي جاء. المحطة خلاص نفترق بين الشباب البقية وشباب جدة، كلنا ماشيين بالتوفيق إن شاء الله على خير. إن شاء الله نفترق إن شاء الله من هنا على خير. احنا شباب الشرقية نروح نوقف سيارة سام. دائما انت المبدع، الله يسعدك، دائما مبدع في التصوير وفي التغطية. الله يجزاك خير، الله يديك العافية، الله يبارك فيك. شباب الشرقية بيروحون يوقفون سياراتهم في مكان معين، بنشوفه بعد شوي. حتى تجي السطحة تأخذها وتنقلها لهم إن شاء الله إلى الشرقية. بالنسبة لشباب جدة خلاص كل واحد يروح بيته.
وبكذا وصلنا الى مجمع تيلي لافي. ما ادري اذا نطقتها صح ولا غلط بس انهم قالوا لي كذا. في جده الشباب اخذوا سياراتهم، السياره كانت هنا، السياره كانت هنا، اخذوا سياراتهم ركبوها السطحه على الشرقيه دايركت. السيارتين هذه ان شاء الله على الرياض، بس مو مستعدين، اعتقد بيمشوا الليله هنا. هذه سياره الاجار حقتنا، مصورنا ابو صقر جالسين نرتب اغراض نجهزها وعلى المطار. سلم السيارة، رحلتنا الساعة 7، الحين الساعة 4:30، والله يبغى نمشي. كذا وصلنا الدمام، خلصنا. بيض الله وجهك يا ابو محمد. وجهك يا ابو، احلى دعم واحلى قروب واحلى رفقة والله العظيم. الله يسعد ايامك. خلصت رحلة الباحة، ان شاء الله هالمرة الجاية رحلات احسن منها ومغامرات اكثر. ميزة لامبورغيني تعرفنا عن الناس الحلوين زي شايف. الله يسعد ايامك، انت الحلو والله. اتصل بالسلامة، توفيق ان شاء الله. يلا شوفكم.